داخل حظائر المؤسسة العمومية للنظافة بولاية معسكر ظلت قرابة 50 شاحنة عاطلة، ما أدخل بعض البلديات في مشكل تراكم النفايات خلال الأشهر الفارطة، أمر دفع القائمين على المؤسسة إلى مباشرة حملة كبرى لإصلاح المركبات العاطلة بأقل الإمكانيات، حيث تمكنوا من إرجاع 26 مركبة للخدمة. الحمد لله، من الأزمة اللي كنا فيه 46 تعطل أزيد من 46 شاحنة على مستوى البلديات، خاصة البلديات الكبرى معسكر تيغني في سيغ محمدية غريس زهانة، يعني اليوم وصلنا إلى تصليح أزيد من 26 شاحنة راهي اليوم راهي عبر تراب البلديات. عمال حظيرة المؤسسة أخذوا على عاتقهم مهمة إصلاح الشاحنات والعتاد، حيث تطوع كثير منهم بالوقت والمال من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها. يوم أنا جيت جبت الشاحنة تاعنا تاع بلدية فروحة ثاني ضايع، خاصة واحد البريكولاج أنا جبتها لنا الجماعة. نخدموا التلحيم تاع العصودير، نخدموا الكوامن حتى اللي تكون ضايعة موشيين. كانت انفراج الأزمة، وأيضا يعني وقوف الرجال المؤسسة المتعلقة بتصليح العتاد، الميكانيكيين، أعوان الصيانة، الإطارات المسيرة. تتعهد مؤسسة النظافة بالعمل على اجتياز صيف مريح، خاصة وأن الجميع يسابق الزمن من أجل إرجاع كامل الشاحنة للخدمة قريباً.